تشيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج سيرتي. طبعا يا اختكم انا مره حسدتكم لانه انتم اليوم اجازه جالسين في البيت، بس بانه انتم اجازه طيب احنا اكيد هنا عشان نسعدكم طبعا، فرفشكم نسوي لكم اجواء حلوه اكيد طبعا في حلقه متنوعه من برنامج سيرتي. طبعا في البدايه اسمحوا لي ارحب بالجميلات غزل واكيد رندا. هلا بك، هلا وسهلا. اهلا وسهلا رندا، اهلا وسهلا عبير، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. امس كان يوم الوطن 88، الله يا رب يعيدوا علينا اعوام سعيده في امن وامان وسلام ورخاء وعزه وشموخ. امين امين يا رب. نبغى نعرف ايش سويتوا امس؟ وين رحتوا؟ وين احتفلتوا؟ ايش سويتوا؟ انا احتفلت في طرف البيت يعني رحت قبل امس، انا كنت اوريدي يعني اختي حبيبتي اختي الكبيره جت وتبغى كيكه، جيبوا كيكه، قالت جيبوا كيكه خضراء تصرفوا، فجينا كيكه فستق جميل جد، ولقيناها مسويه حركات جايبه كذا زي قزايز صغيره معبيتها عصاير، يعني هي تحب الحركات دي، وجايبه علب وحاطه فيها هدايا. طبعا لما تفتح الهديه احنا سالنا ايش الهدايا، ساعة مدري ايه مدري كيف، فتحنا لقيناها يعني تضحك علينا. ايه شيبسي حلاوة بنص ريال، الله يسامحك ابو سلمان، يعني زي كذا. بس حلو حلو بالعكس حلو. لا استمتعنا من جد، وغير الاعلام اللي كانت متعلقة، غير انه شغلوا اغاني وطنية كان يوم لطيف بصراحة. امس طبعا عشان كنا بالدوام، فطلعت من الدوام واشوف لك الاحتفالات كيف بالشوارع كثير حلوة. احلى شيء ايش صار معي؟ وانا جالسه اسوق والقى لك مجموعه اطفال بسياره، فشافوني جالسه اسوق ويخبطون بالعلم على القزاز. اوكي انا سيارتي ما فيها اعلام، بس مو عارفين انه انا كنت بتغطيه. فتحت الشباك قالوا لي كل عام وانت بخير ولازم تاخذي العلم. والله حرام، ونستهم حطيت العلم وقلت لهم مع السلامه. كثير حبايبي يبغون الناس تشاركهم الفرحه. كثير كانت الاجواء امس حلوه. انا امس طبعا احتفلت بالعيد الوطني من خلال بيت الثاني قناه روتانا خليجيه مع الساده المشاهدين، بس للاسف يعني ما مداني انه انا ارجع احتفل، لانه على بال ما وصلت البيت كانت تقريبا الساعه 10:30 11. صحيح. لما حتوصلي البيت وتبي ترجع وتطلع ما شاء الله تبارك الله مع زحمه الناس، الناس كلها محتفله. صحيح. لكن ما شاء الله تبارك الله، انا لما اشوف اقول يا ريتني رحت، يا ريتني قدرت اشوف المكان دافين، العاب ناريه، مسيرات، اشياء. صحيح. فعلا 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 يعني شو بيصير هنا عندنا كان في وعي برا، حتى الاحتفالات. صحيح. في الاماكن المعروفه المشهوره بالشوز اللي بتصير فيها، غير طبعا السيركس والاشياء دي اللي صارت وكانت موجوده في اليوم الوطني، كانت احتفالات جدا حلوه. للاسف الشديد ما مداني احضرها ان شاء الله. طبعا سمي.